زين، خلي شوية نحكي على مضارها بعيداً عن مضار السجائر العادية، هي مضارها بالتحديد الإلكترونية. هي مشكلتها الحقيقية هي اللي اكتشفها هون ليك صيني، رجل صيني، فعلى شكل سائل، الفكرة مالتها يسخن هذا السائل يصير بخار، درجة الحرارة مالتها وفلتر ويستنشقه بجليسرين، أثلين الجليسرين، الجليسرين وأثلين البروبيل يصير دخان كلش هواي. هذا السائل هو المشكلة، لأنه هذا السائل متغير، أنت بإضافات تقدر تخليه، واللي كنا خايفين عنده ضيف مواد مخدرة ده يصير هذا الشيء، لأنه الرقابة عالية مو كلش عالية. فهسه من 2003 اللي هي بدايتها لحد الآن النسبة مال الشباب ونسبة الناس اللي تستعملها زادت كلش هواية، وبآخر سنة زادت 1300% بهاي بآخر سنة، والنسبة الأكبر هم الشباب، والنسبة الأكبر هم شباب وبنات. فدي تجه السكائر كانت الأعمار مالتها من الشباب تبدي وتكثر فوق العشرينات والثلاثينات، هسه نزلت كل شوية، تحرك الكيرف إلى مرحلة الشباب والمراهقين كل شوية. وهذا الشباب الشاب والمراهق بهاي الدخان بهذا العطر مالتها وبشكلها كونها ستايل صارت، يعني الخطر مالتها صارت أعلى. هذا الدخان وهاي الحرارة هي المشكلة الأساسية. الحرارة تولد مواد خطرة، مواد مسرطنة، من يصير اشتعال تقريبا أو تصير حرارة كلش عالية تصير حالها تقريبا من غير النيكوتين اللي هو موجود بيها، تصير تولد مواد مثل الرصاص والكاديميوم اللي هي أكثر من السكائر. هو هذا اللي أريد أسألك، بالضبط. يعني هي أخطر من السجائر العادية في مكانات أخطر، نيكوتين أقل، بس هاي أخطر اللي هي الرصاص والكاديميوم اللي هن ذني مواد مسرطنة، وأكو طبعا مواد مسرطنة أخرى جزيئات صغيرة، بس ذني أكثر من السجائر العادية. يعني مواد السجائر العادية بها 7000 مادة في أشكال من السموم كلش هواية، هذا أقل هواية، بس لحد الآن هي ذني المواد بسبب هاي الحرارة مالتها تسبب لنا من الممكن مواد مسرطنة. برغم هاي الفترة الصغيرة من 2003 لحد الآن، يعني ما صار لنا أكثر من 20 سنة، فلحد الآن الأعراض مالتها المستقبلية مو كلش واضحة. اللي واضح من عندها اللي هي زيادة نسبة المواد المسرطنة، طبعاً بالتحاليل هاي أثبتته بالدراسات العلمية بالعالم كله، اللي صار بها نسبة تحسسات وتهيجات بالجهاز التنفسي، لأنه هاي هماتين كلش عالية، نسبة الدخان كلش عالي بها، وأيضا تأثر على بطانة القلب والأوعية الدموية وتزيد من مخاطر الإصابة بالسكتات القلبية. هذين المخاطر الرئيسية اللي كلش مهمة.